عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولا يعلن فيكم بأسعار ومواعيد القطارات من الجيزة إلى الأقصر 2024. ونبدأ رقم القطار 1902 على قطار إكسبريس مكيف أسباني، الدرجة الأولى 109، الدرجة الثانية 27، وقت الإقلاع الساعة 12:45 دقيقة، وقت الوصول الساعة 9:35 دقيقة. رقم القطار 934، نوع القطار خدمة خاصة، الدرجة الأولى 195، الدرجة الثانية 115، وقت الإقلاع الساعة 1:30، وقت الوصول الساعة 10:35 دقيقة. رقم القطار 980، نوع القطار خدمة خاصة، الدرجة الأولى 195، الدرجة الثانية 115، وقت الإقلاع الساعة 8:25 دقيقة، وقت الوصول الساعة 18:15. رقم القطار 982، نوع القطار إكسبريس مكيف أسباني، الدرجة الأولى 109، الدرجة الثانية 57، وقت الإقلاع الساعة 12:25 دقيقة، وقت الوصول الساعة 22:25 دقيقة. رقم القطار 2006، نوع القطار خدمة خاصة، الدرجة الأولى 195، الدرجة الثانية 115، وقت الإقلاع الساعة 17:55 دقيقة، وقت الوصول الساعة 2:35 دقيقة. رقم القطار 988، نوع القطار إكسبريس مكيف أسباني، الدرجة الأولى 109، الدرجة الثانية 57، وقت الإقلاع الساعة 19:25 دقيقة، وقت الوصول الساعة 4:15. رقم القطار 88، نوع القطار خدمة خاصة توربيني، الدرجة الأولى 109، الدرجة الثانية 57، وقت الإقلاع الساعة 20:25 دقيقة، وقت الوصول الساعة 6:35 دقيقة. رقم القطار 976، نوع القطار خدمة خاصة، الدرجة الأولى 195، الدرجة الثانية 115، وقت الإقلاع الساعة 21:50 دقيقة، وقت الوصول الساعة 7:15. رقم القطار 996، نوع القطار إكسبريس مكيف أسباني، الدرجة الأولى 109، الدرجة الثانية 57، وقت الإقلاع الساعة 22:30، وقت الوصول الساعة 7:25 دقيقة. رقم القطار 2008، نوع القطار خدمة خاصة، الدرجة الأولى 195، الدرجة الثانية 115، وقت الإقلاع الساعة 23:30، وقت الوصول الساعة 8:00. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار ومواعيد القطارات من الجيزة إلى الأقصر 2024. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لعمل ولايك. والسلام الله عليكم ورحمته.